الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شابي العزيز. نحتفل اليوم بكل اعتزاز بالذكرى الخامسة عشرة لعيد العرش المجيد وهي مناسبة سنوية للوقوف على أحوال الأمة. إننا لا نريد أن نجعل منها مناسبة لاستعراض حاصلة المنجزات لأنها مهما بلغت ستظل دون ما نرتضيه لك شعبي الوفي وانما نريدها وقفه تامل وتساؤل مع الذات بكل صراحه وصدق وموضوعيه حول ما طبع مسيرتنا من ايجابيات وسلبيات للتوجه نحو المستقبل بكل ثقه وعزم وتفاؤل انا لا تهمني الحصيله والارقام فقط وانما يهمني قبل كل شيء التاثير المباشر والنوعي لما تم تحقيقه من منجزات في تحسين ظروف عيش جميع المواطنين. وإذا كان من الطبيعي أن يتساءل الإنسان مع نفسه في كل مرحلة من حياته، فإن إجراء هذه الوقفة مع الذات تعد ضرورية بالنسبة لخديمك الأول الذي يتحمل أمانة أكثر من 35 مليون مغربي. ذلك أنني من منطلق الأمانة العظمى التي أتحملها كملك لجميع المغاربة أتساءل يوميا بل في كل لحظة وعند كل خطوة أفكر وأتشاور قبل اتخاذ أي قرار بخصوص قضايا الوطن والمواطنين فالاختيارات صائبة وما هي الأمور التي يجب الإسراء بها وتلك التي يجب تصحيحها وما هي الأوراش والإصلاحات التي ينبغي اطلاقها. اما اذا كان الانسان يعتقد انه دائما على صواب او انه لا يخطئ فان هذا الطريق سيؤدي به الى الانزلاق والسقوط في الغرور. ومن هنا فان من حقنا جميعا ان نتساءل هل ما نراه من منجزات ومن مظاهر تقدم قد اثر بالشكل المطلوب والمباشر على ظروف عيش المغاربه؟ وهل المواطن المغربي كيفما كان مستواه المادي والاجتماعي وأينما كان في القرية أو في المدينة يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية بفضل هذه الأوراش والإصلاحات إننا بطرح هذه التساؤلات إنما نبحث دائما عن الفعالية والنجاعة وعن أفضل السبل ليستفيد جميع المغاربة من مختلف المنجزات على حد إن سواء فالتساؤل وإجراء هذه الوقفة مع الذات لا يعني الشك أو التردد أو عدم وضوح الرؤية بل على العكس من ذلك فطريقنا واضح واختياراتنا مضبوطة فنحن نعرف أنفسنا ونعرف ماذا نريد وإلى أين نسير شابي العزيز إن الوقوف على أحوال الأمة يتيح لنا الفرصة لتحديد من التقدم الذي حققناه وذلك باستعمال جميع الآليات المعروفة لقياس هذه التطورات فقد سبق لنا أن قمنا سنة 2005 بوقفة المعدات من خلال تقرير الخمسينية لتقييم المنجزات وتحديد الاختلالات ومعرفة مستوى التطلعات منذ بداية عهد الاستقلال بهدف وضع سياسات عمومية أكثر نجاح. واليوم بعد مرور 15 سنة على تولينا العرش أرى أنه من واجبنا تجديد هذه الوقفة الوطنية. في الواقع يجمع الخبراء المهتمون الوطنيون والدوليون على أن المغرب عرف خلال هذه الفترة تقدما كبيرا في مختلف المجالات. فلا أحد يمكنه أن ينكر التطور الديمقراطي الذي يجسده دستور 2011 ومنظومة الحقوق والحريات التي تتوفر عليها بلادنا والإقدام على ورش الجهوية المتقدمة غير أن الأثر الملموس لهذه الإصلاحات وغيرها يبقى رهينا بحسن تنزيلها وبالنخب المؤهلة لتفعيلها كما لا يمكن لأي أحد أن يتجاهل البنيات التحتية الكبرى التي تم انجازها وعلى سبيل المثال فهل كان بامكان المغاربه وانا في مقدمتهم ان يتخيلوا بان بلادهم تتوفر على اكبر ميناء بحوض المتوسط والاكبر محطه للطاقه الشمسيه في العالم وهل كان بامكان اي مواطن ان يتنقل عبر الطريق السيار من اكادير الى طنجه او من جديده الى وجدة اما على المستوى الاقتصادي فقد عرفت نسبة النمو ارتفاعا ملحوظا بفضل اعتماد مخططات قطاعيه طموحه كمخطط المغرب الاخضر ومخطط الاقلاع الصناعي وغيرها. بيد ان هذا التقدم لم يكن على حساب النهوض بالتنميه البشريه التي يشهد المستفيدون من برامجها بكل مناطق المملكه باثرها المباشر في تحسين ظروف حياتهم وبدورها في محاربه مظاهر الفقر والاقصاء والتهميش ببلادنا ويبقى السؤال المطروح ماذا فعلنا بما حققناه من تقدم هل ساهم فقط في زياده مستوى الاستهلاك ام اننا وضفنا ذلك في تحقيق الرخاء المشترك لكل المغاربه والى اي درجه انعكس هذا التقدم على تحسين مستوى عيش المواطنين شابي العزيز إننا نعتقد أن النموذج التنموي المغربي قد بلغ درجة من النضج تؤهلنا لاعتماد معايير متقدمة وأكثر الدقة لتحديد جدوى السياسة الأمومية والوقوف على درجة تأثيرها الملموس على حياة المواطنين وهو ما أكد أكده البنك الدولي الذي أبرز أن القيمة الإجمالية للمغرب شهدت خلال السنوات الاخيره ارتفاعا ملموسا وخاصه بفضل النمو الكبير لراس ماله غير المادي. ويعتبر راس مال غير المادي من احدث المعايير المعتمده دوليا لقياس القيمه الاجماليه للدول. وكما هو معروف فقد شهدت المعايير التي يعتمدها المختصون في المجالين الاقتصادي والمالي لقياس الثروه عدة التطورات. فقد كانت القيمة الإجمالية للدول تقاس سابقا حسب مواردها الطبيعية، ثم على أساس المعطيات المتعلقة بالناتج الداخلي الخام الذي يعكس بدوره مستوى عيش المواطن. وبعد ذلك تم اعتماد مؤشرات التنمية البشرية لمعرفة مستوى الرخاء لدى الشعوب، ومدى استفادتها من ثروات بلدانها. وخلال تسعينات القرن الماضي بدأ العمل باحتساب الرأس مال غير المادي كمكون أساسي للثروة، قبل أن يتم اعتماده رسميا كمعيار علمي منذ سنة 2005 من طرف البنك الدولي. ويرتكز هذا المعيار على احتساب المؤهلات التي لا يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف المقاربات المالية التقليدية. ويتعلق الامر هنا بقياس الرصيد التاريخي والثقافي لاي بلد، اضافه الى ما يتميز به من راس مال بشري واجتماعي، والثقه والاستقرار، وجوده المؤسسات، والابتكار والبحث العلمي، والابداع الثقافي والفني، وجوده الحياه والبيئه وغيرها. فالامن والاستقرار مثلا هما اساس الانتاج والثروه، والثقه والمصداقيه. هما إمادة تحفيز الاستثمار إلا أن هذه المؤهلات لا يظهر لها أثر في القيمة الإجمالية للدولة للدول فقد سبق للبنك الدولي أن أنجز في 2005 و2010 دراستين لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة من بينها المغرب وقد تم تصنيف بلادنا في المراتب الأولى على الصعيد الإفريقي وبفارق كبير عن بعض دول المنطقة غير أنني بعد الاطلاع على الأرقام والإحصائيات التي تتضمنها هاتين الدراستين والتي تبرز تطور تطور ثروة المغرب أتساءل باستغراب مع المغاربة أين هي هذه الثروة وهل منها جميع المغاربة أم أنها همت بعض الفئات فقط الجواب على هذه الاسئله لا يتطلب تحليلا عميقا اذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموس فان الواقع يؤكد ان هذه الثروه لا يستفيد منها جميع المواطنين ذلك انني الاحظ خلال جولات تفقديه بعد مظاهر الفخر والهشاشه وحده الفوارق الاجتماعيه بين المغاربه ومن هنا وللوقوف على حقيقه الوضع نوجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعاون مع بنك المغرب ومع المؤسسات الوطنية المعنية وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة للقيام بدراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 ونهاية 2013 إن الهدف من هذه الدراسة ليس فقط إبراز قيمة الرأسمال غير المادي لبلادنا وإنما لضرورة اعتماده كمعيار أساسي خلال وضع السياسات الأمومية وذلك لتأميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم وإننا نتطلع لأن تقدم هذه الدراسة تشخيصا موضوعي للأوضاع وتوصيات عملية لنهوض بها وحتى لا يبقى التقرير الختامي لهذه الدراسة حبرا على ورق أو مادة لاستهلاك الإعلامي فقط فقد قررنا أن يتم نشره على أوسع نطاق داعين الحكومة والبرلمان وكل مؤسسات المعنية والقوى الحية للأمة للانكباب على دراسة التوصيات البناءة التي يتضمنها والعمل على تفعيلها وبما أن قياس الثروة غير المادية يعتبر آلية للمساعدة على اتخاذ القرار فإننا ندعو لأن يشمل الإحصاء العام للسكان الذي سيتم القيام به خلال هذه السنة المؤشرات المتعلقة بالرأس المال غير المادي للمغرب بمختلف مكوناته شابي العزيز إن أملنا على تحسين ظروف عيش المواطنين لا يعادله إلا حرصنا على ضمان أمنهم الروحي وتوطيد النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني هذا النموذج المتميز الذي يرتكز على إمارة المؤمنين كمرجع له وعلى المذهب المالكي وهو نتاج الإصلاحات العميقة التي اعتمدناها خلال 15 سنة الأخيرة من أجل تأهيل وتأطير المجال الديني ويقوم هذا النموذج على تحصين المواطن والمجتمع من نزوعات التطرف والانغلاق والجهل من خلال حماية المساجد من أي استغلال باعتبارها فضاءات للإبادة والتوجيه والإرشاد ومحو الأمية وهو ما يهدف إليه ميثاق العلماء لسنة 2008 الذي تؤززه خطة دعم للتأطير الديني المحلي التي أطلقناها مؤخرا والتي ينهض بها أزيد من 1300 إمام مرشد بجميع مناطق المملكة كما يرتكز على توفير تكوين علمي وديني متنور متشبع بقيم الوسطية والإعتدال وبالتلازم بين الحفاظ على الثوابت الإسلامية ونهج الاجتهاد والانفتاح بما يجعل قيم ديننا الحنيف في انسجام مع اختياراتنا الوطنية ومع توجهات العصر وهو ما جعل النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني يحظى بالتقدير والاهتمام على المستوى القاري والدولي وفي هذا الإطار فإننا حريصون على وضع التجربة المغربية رأنا إشارة الدول الشقيقة التي تتقاسم مع المغرب التشبث بنفس المبادئ والقيم الروحية والتي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من النموذج المغربي كما هو الشأن بالنسبة للتعاون في مجال تكوين الأئمة شابي العزيز في اطار التكامل والانسجام بين السياسه الداخليه والخارجيه لبلادنا فاننا نعمل على حسن استثمار تطور نموذجنا الديمقراطي والتنموي من اجل تعزيز صوره ومكانه المغرب على الساحه الدوليه والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادله وفي ظل التحولات المتسارعه التي يعرفها العالم فقد حرصنا على ان يرتكز النموذج الدبلوماسي المغربي على الثقه في الذات والمبادره والواقعيه والفعاليه في نطاق الالتزام بالشرعيه ونهج الانفتاح والاعتدال والتشبث بالقيم الكونيه. وهو ما يجعل من المغرب شريكا فعالا ومسموعا يحظى بالثقه والمصداقيه هذه المكانه المتميزه التي نأمل جاهدين بمشاركة جميع القوى الحية للبلاد على ترسيخها على جميع المستويات. فعلى الصعيد المغاربي نجدد إرادتنا الراسخة في بناء اتحاد قوي عماده علاقات ثنائية متينة ومشاريع اقتصادية اندماجية. إننا نؤمن بأن الخلاف ليس قدراً محتوماً، وهو أمر طبيعي في كل التجمعات فالاتحاد الاوروبي مثلا كان ولا يزال يعرف بعض الخلافات بين اعضائه الا انها لا تصل حد القطيع غير ان ما يبعث على الاسف هو التبادي في الخلاف في الخلاف لتعطيل مسيره الاتحاد المغاربي وما كان حجم هذا الخلاف فانه لا يبرر مثلا استمرار اغلاق الحدود فقد بلغ الوضع حدا لا يفهمه ولا يقبله المواطن المغاربي لدرجه ان عددا من الذين التقيت بهم خلال جولاتي في بعض الدول الشقيقه يسالون باستغراب عن اسباب استمرار هذا الاغلاق ويطلبون رفع الحواجز بين شعوبنا وقد كاد جوابي لهم دائما ان المغرب ما فتى يدعو منذ ازيد من ست سنوات لايجاد حل لهذا الوضع الغريب إلا أن كل المبادرات المغربية الجادة تقابل بتأنت ورفض منهج يسير ضد منطق التاريخ والشرعية ويتنافى مع حقوق شعوبنا في التواصل الإنساني والانفتاح الاقتصادي وحرصا على جعل العلاقات الثنائية عماد بناء الاتحاد المغاربي فإنني أعبر عن السياح للنتائج الإيجابية للزيارة التي قمت بها مؤخرا لتونس ولما لقيته من حفاوه وترحيب سواء من طرف الشعب التونسي الاصيل او من قبل مؤسساته الوطنيه وهو ما كان له اطيب الاثر في نفسي. واني لواثق ان تونس ستواصل مسارها السلمي على ضرب توطيد دوله المؤسسات وتحقيق التنميه والرخاء لابنائها. اما على المستوى العربي فان الوضع الكارثي الذي تعرفه عدد من دوله يبعث على الحسرة والإنشغال العميق فالأزمة بكل من سوريا والعراق ليست إلا تجسيدا لهذا الوضع الخطير الذي يجتازه العالم العربي والذي تغذيه السياسات الإقصائية والصراعات المذهبية والطائفية وهو ما يؤدي إلى مضاعفة حجم المأساة الإنسانية التي يعانيها هذه يعانيها هذين الشعبين الشقيقين ان الامر لا يتعلق بازمه جهويه فقط وانما بمستنقع خصب لقوى التطرف والارهاب الاكثر عنفا والاكثر تهديد لامن بلداننا بل وللامن والاستقرار عبر العالم فما احوجنا اليوم إلى منظومة عربية متكاملة ومندمجة اقتصاديا وموحدة ومنسجمة سياسيا، تجعل من عالمنا العربي قطبا جيوسياسيا وازنا في العلاقات الدولية، قادرا على الدفاع عن قضايا العربية المصيرية. ومما يبعث على الاعتزاز روابط الأخوة والتفاهم التي تجمعنا بأشقائنا قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والشراكه المتميزه التي تجمع بلداننا الشقيقه. وفيما يخص القضيه الفلسطينيه فاننا نجدد أد ادانتنا القويه للعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزه. وتجسيدا لتضامننا الملموس مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المحنه فقد كنا سباقين لتقديم دعم مادي لضحايا هذا العدوان. وفتحنا المستشفيات المغربية أمام الجرحى والمصابين منهم، وذلك إسهاما في التخفيف من معاناتهم في هذا الظرف العصيب. كما نؤكد دعمنا لجميع المبادرات الدولية البناءة من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. ونهوضا بأمانتنا في الدفاع عن القدس الشريف، فقد أصدرت لجنة القدس التي أتشرف برئاستها بمناسبة انعقاد دورتها العشرين بمدينة مراكش توصيات قوية دعما لمفاوضات السلام وحفاظا على الهوية الروحية والحضارية للقدس من الانتهاكات الإسرائيلية اللامشروعة وقد عرفت هذه الدورة أيضا اعتماد الخطة الاستراتيجية الخماسية لعمل وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم القطاعات الحيوية من خلال مشاريع مضبوطة في برمجتها ووسائل تمويلها ودعما لصمود إخواننا المقدسيين في أرضهم فإننا حريصون على مواصلة الوكالة لأعمالها الميداني وتقديم الدعم المباشر والملموس لهم والتجاوب مع احتياجاتهم الملحة شابي العزيز إننا نؤمن بأن إفريقيا قادرة على تحقيق نهضتها غير أن ذلك لن يتحقق إلا بالاعتماد على أبنائها وعلى قدراتها الذاتية وهنا أؤكد ما قلته في أبيجان إن إفريقيا مطالبة بأن تضع ثقتها في إفريقيا ومن هذا المنطلق نجدد التزامنا بنهج سياسة متناسقة ومتكاملة تجاه اشقائنا الافارقه ترتكز على الاستقرار المشترك للثروات والنهوض بالتنميه البشريه وتعزيز التعاون الاقتصادي وهو ما تجسده الزيارات التي نقوم بها لعدد من الدول الافريقيه الشقيقه وحجم ونوعيه الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تؤسس لنموذج متميز من الشراكه جنوب جنوب التي نريدها تضامنيه وفعاله. كما نؤكد التزامنا بالتعاون الثلاثي والمتعدد الاطراف من اجل شراكات متوازنه وذات النفع المتبادل مع دول الشمال. وامام تزايد التهديدات الامنيه وخاصه بمنطقه الساحل والصحراء فاننا نجدد دعوتنا لضروره التصدي الجماعي للتنظيمات الارهابيه. التي تجد في إصابة الانفصال والاتجار في البشر والسلاح والمخدرات حليفا لها لتداخل مصالحها والتي تشكل أكبر تهديد للأمن الإقليمي والدولي غير أن توجهنا الطبيعي نحو أفريقيا لن يكون على حساب علاقة الشراكة التي تربط المغرب بشركائه الدوليين بل إنه يفتح آفاقا أوسع للشراكة بين دول الشمال وبلدان الجنوب. ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر أن الوضع المتقدم الذي يجمع بلادنا بالاتحاد الأوروبي ليس غاية في حد ذاته، وإنما يشكل مرحلة هامة في طريق توطيد شراكة مغربية أوروبية نريدها منصفة ومتوازنة. لذا، فإن المغرب يولي أهمية كبرى لنجاح المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بتبادل حر شامل وعميق كإطار للتقارب أكثر بين المغرب وأوروبا ولادماج الاقتصاد المغربي في السوق الداخلي الأوروبي. وبموازاة مع تعزيز علاقاته المتميزة مع هذا الاتحاد فإن المغرب المغرب يحرص على تنويع وتوسيع علاقاته الثنائيه مع دوله. وفي اطار العلاقات التاريخيه التي تربط المغرب بالولايات المتحده الامريكيه، نؤكد التزامنا بتعزيز الشراكه الاستراتيجيه بين البلدين، ولا سيما من خلال ايجاد اليات جديده لدعم اتفاق التبادل الحر ومواصله الحوار الاستراتيجي. وقد تمكنا خلال اللقاء الذي جمعنا بفخامه الرئيس باراك اوباما، في نوفمبر الماضي من إضفاء دينامية قوية على هذه الشراكة بدأت تؤتي ثمارها سواء على الصعيد الثنائي أو على مستوى تطابق وجهات النظر بخصوص القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضايا التنمية والأمن بإفريقيا وتأزيزا لسياسة الانفتاح وتنويع الشراكات فإننا حريصون على توطيد العلاقات العريقه التي تجمع بلادنا بكل من روسيا الفيدراليه وجمهوريه الصين الشعبيه التي نتطلع للقيام بزياراتهما قريبا، وإننا لعازمون على تعميق البعد الاقتصادي للشراكه الاستراتيجيه المتميزه التي تجمع المغرب بكل منهما. شابي العزيز، لقد أعطينا طبعا خاصا ومتجددا لأملنا الدبلوماسي بفضل استقلال وواقعية سياستنا الخارجية كما نحرص على مواصلة انخراط كل القوى الحية للبلاد في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وفي مقدمتها الوحدة الترابية التي تظل أسبقية الأسبقيات فقضية الصحراء كما سبق أن أكدت أكثر من مرة هي قضية كل المغاربة وأمانة في أعناقنا جميعا وفي هذا الإطار نجدد الدعوة لمواصلة اليقظة والتعبئة الجماعية واتخاذ المبادرات اللازمة لاستباق مناورات الخصوم فلا مجال للانتظار أو التواكل ولردود الفعل. كما نؤكد التزامنا بمبادراتنا بتخويد أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتي وهي المبادرة التي أكد مجلس الأمن مرة أخرى في قراره الأخير جديتها ومصداقيتها. غير أننا لن نرهن مستقبل المنطقة بل سنواصل أوراش التنمية والتحديث بها وخاصة في من خلال المضي قدما في تفعيل النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية. بما يقوم عليه من مقاربه التشاركيه وحكامه جيده ومن برامج متكامله ومتعدده الابعاد كفيله بتحقيق التنميه المندمجه. كما اننا مقبلون على اقامه الجهويه المتقدمه بمختلف مناطق المملكه وفي مقدمه أقالي من الجنوبيه بما تتيحه من احترام للخصوصيات الجهويه ومن تدبير ديمقراطي من قبل سكان المنطقه لشؤونهم المحليه في اطار المغرب الموحد للجهات ولا يفوتنا في الختام ان نوجه تحيه تقدير للقوات المسلحه الملكيه والدرك الملكي والامن الوطني والاداره الترابيه والقوات المساعده والوقايه المدنيه على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن حوزه الوطن وصيانه امنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع وإخبار الأرواح الطاهرة لجدنا ووالدنا المنعمين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني وكافة شهداء الوطن الأبرار أكرم الله مثواهم لما قدموه من تضحيات جسيمة في سبيل عزة الوطن وسيادته ووفاء لذكر لذكراهم الخالدة سنواصل إن شاء الله النهوض في اوراش التنميه والتحديث لتوفير ظروف العيش الحر الكريم لجميع مواطنينا اينما كانوا في ظل الوحده والامن والاستقرار رب يجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته